الطبيعة البرية معكم. في هذه الحلقة ستشاهدون أكبر 100 عنكبوت في العالم. هيا بنا. في هذه الصورة يمكنك رؤية الروتيلاء، أحد أكبر العناكب في العالم. حجمها الضخم وشعرها الكثيف يجعلها مثيرة للإعجاب حقاً. هل تريد معرفة المزيد عن العناكب والحشرات غير العادية الأخرى؟ لنبدأ رحلتنا حول عالم المخلوقات المدهشة. العنكبوت آكل الأسماك، الحالة ذاتها عندما يكون اسم الحيوان مناسباً جداً، والأهم من ذلك أنه يشرح جوهره على الفور. هذا العنكبوت المعروف باسم عنكبوت الطوافة أو عنكبوت الرصيف، فصيلة من العناكب تتميز بأرجل طويلة وتكره نسج خيوط العناكب، نادراً ما يوجد في العشب الكثيف أو في الكمين. إنه مهتم أكثر بالجلوس على الماء كالمتزلج على الماء، ويتبع الأسماك لأنه يتغذى عليها تماماً. بالطبع نظراً لصغر حجم العنكبوت فإنه لن يكون قادراً على اصطياد سمكة عملاقة أو شيء كهذا، لكن يمكنه اصطياد سمكة صغيرة بطول 5 إلى 6 سنتيمترات. هذه الأسماك الصغيرة تخاف حقاً من هذه العناكب. الشعر الموجود على ساق هذا العنكبوت مغطى بمادة خاصة تمنعه من التبلل وتسمح له بانزلاق عبر الماء. هذا العنكبوت صبور كالصيادين. إذا كان بإمكاننا الجلوس لساعات لأجل الصيد، فيمكن لهذا الوحش المائي قضاء ساعات بمطاردة فريسته. كالصيادين يستخدم الطعم، مثلاً قد يحرك ساقيه لإحداث تموجات في الماء. قد تظن السمكة أن حشرة سقطت في الماء وتسبح نحو الفريسة، لكن حينها لن تلقى إلى الموت، سيخطفها العنكبوت من السطح. لكن أحياناً يمكن للعنكبوت أن يغوص في الماء ويصطاد سمكة هناك. إنه قادر على البقاء تحت الماء ل54 دقيقة، ويحصل على الهواء من فقاعات الهواء التي تلتصق بشعر ساقيه. وعندما يقبض على الفريسة فهي مسألة تقنية، وليس لديه أي مشاكل معها. يعد العنكبوت الآكل للأسماك خطيراً على الأسماك الصغيرة، لكن التالي يشكل خطورة علينا وهو خطير للغاية. يعتبر هذا العنكبوت من أكثر العناكب سمية، وقد تم إدراجه في موسوعة جينيس لسميته، كما يمكن أن يتواجد في أي مكان. لا يحب الجلوس بمكان واحد ويسافر باستمرار حتى إلى بلدان أخرى. تحقق مما إذا كان العنكبوت خلفك الآن. نأمل ألا يكون هناك، خاصة هذا العنكبوت بالتحديد، العنكبوت البرازيلي الجوال. يسميه الكثيرون أخطر عنكبوت في العالم، وأنا أؤمن بهذا. بفضل سمه يمكنه قتل العديد من الحشرات والعناكب حرفياً في غضون ثوان. لن يتمكن من التعامل معنا بهذه السرعة، لكن صدقوني هذا أسوأ، لأن المعاناة ستستمر لفترة أطول. سم العنكبوت البرازيلي الجوال قوي جداً، وبمجرد دخوله للجسم فإنه يصيب الجهاز اللمفاوي ويؤدي لفشل القلب وإعاقة التنفس وفقدان السيطرة على العضلات. وإذا دخل السم إلى الدورة الدموية ويكاد يكون الموت مضموناً. الخبر السار هو أن هناك ترياقاً للدغته، والخبر السيء هو أن العنكبوت البرازيلي الجوال جوال بالفعل. يوجد ليس فقط بموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية والوسطى، لكن أيضاً بأوروبا، حيث يصل لهناك في صناديق الفاكهة. عنكبوت سيدني قمعي الشبكة. يتقاسم هذا العنكبوت المركز الأول مع البرازيلي الجوال، ذلك لأنه من الصعب جداً معرفة أيهما أكثر خطورة. من حيث السم متساويان تقريباً. هذا الوحش الأسترالي قوي جداً أيضاً. على الرغم من أن العنكبوت صغير نسبياً، يصل طوله ل5 سنتيمترات، ويمكنه القضاء على الحيوانات الأكبر منه دون مشاكل. يقوم العنكبوت سيدني ذو الشبكة القمعية بتركيب شباكه على شكل قمع، وعندما تقع الفريسة فيها تموت من السموم الموجودة. الفريسة هي الحشرات والعناكب الأخرى، ولكن إذا أراد هذا العنكبوت يمكنه لدغ الإنسان. إنه يلدغ بشدة ويستطيع لدغ حتى الأنسجة والأظافر السميكة. بعد ذلك يبدأ السم القوي في التأثير على الجهاز العصبي بأكمله، وقد يموت إذا لم يعطى الترياق. إن لدغة عنكبوت سيدني قمعي الشبكة مؤلمة، لكن هذا يعد أفضل. أعني على الأقل يمكنك إدراك أنك بحاجة لاتخاذ الإجراءات. العنكبوت التالي لدينا هو حالة مختلفة تماماً. إنه عنكبوت الناسك البني، أحد أكثر العناكب سمية. مع ذلك قد لا يلاحظ المرء حتى لدغته.
نعم، في معظم الحالات يتم الشعور بها وتقارن بإحساس الوخز العادي، ولكن أحياناً لا يشعر بها إطلاقاً. ولكن فإن العواقب لن تجعل المرء ينتظر طويلاً، وبعد ساعات تظهر الأعراض، ويعتمد ذلك على الإنسان. البعض يصاب بالغثيان والشعور بالضيق والحمى، بينما لدى آخرين تموت الأنسجة. هذا شيء فظيع. أحياناً يكون لدى الشخص المتعافي ندبة بطول 25 سنتيمتراً مكان اللدغة. هذا الوحش الخبيث يعيش في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا ننتقل للمخلوقات الكبيرة لنبدأ بهذا. شخصياً أجد أنه من المخيف النظر إليه. يبدو أن هذه العناكب لا يجب أن توجد أبداً، إنه غير طبيعي. لكن الحقيقة مختلفة عن هذا، وإلا لما وجد العنكبوت الآكل للطير المعروف أيضاً باسم روتيلاء جالوت، وهو أكبر عنكبوت في العالم. في الواقع يمكنك الجدال مع حقيقة أنه أكبر عنكبوت، لأنه بالتأكيد يمتلك أكبر جسم. في الإناث قد يصل طوله إلى 10 سنتيمترات، وهذا برغم أن أرجل هذا العنكبوت يمكن أن يصل طولها ل 28 سنتيمتراً. من الصعب جداً عدم ملاحظته. لحسن الحظ، هذا ليس نوع العنكبوت الذي يقتل الإنسان. بشكل عام نحن لا نثير اهتمام هذا العنكبوت، إنه مهتم أكثر به. فكرت في الطيور؟ وهذا منطقي بالنظر إلى أن هذا ما يوحي به اسمه، إلا أنه لا يأكل الطيور كثيراً. يتغذى بشكل رئيسي على الصراصير الكبيرة والعناكب وكذلك الفئران. أحياناً قد يشمل غذاؤه السحالي والديدان والبرمائيات، وهو يغطي جحوره بأنسجة العناكب ويحيد فريسته ويسحبها إلى مخبئه لتناول الطعام. العنكبوت الصياد العملاق. من الصعب تخيل ما شعر به العلماء عندما كانوا يستكشفون الكهوف في لاوس عام 2001 ووجدوا هذا على هذا الجدار. شخصياً كنت سأشعر بالرعب بجنون من رؤية مثل هذا الشيء. وقد أعجبهم عنكبوت الصياد العملاق، وسرعان ما تسلق جبل أوليمبوس لأضخم العناكب، إذا جاز لي أن أسميه ذلك، وهو الذي يعتبره الكثيرون الأكبر في العالم، وليس عنكبوت آكل الطيور. يمتلك أرجلاً أطول يصل طولها لثلاثين سنتيمتراً، لكن جسمه ليس كبيراً. بالمناسبة أخبرني في التعليقات بأي معيار في رأيك يستحق تقييم حجم العنكبوت، بجسمه أم بأرجله؟ خيار صعب، ليس كذلك؟ لا يزال العلماء لا يعرفون سبب نمو هذه العناكب لهذا الحجم. وفقاً لأحد النظريات، فإن السبب هو أسلوب حياة الكهف والذي يؤثر على ملامح الجسم. بالحديث عن الكهوف، فإنها تفترس الذبابة والبعوضة والحشرات الصغيرة الأخرى، بالإضافة للعديد من الآفات. أجل، لذلك يمكن أن يطلق عليها مساعدة الناس. منذ اكتشاف هذه المفصليات أصبح الكثير مفتونين بها، لدرجة أنهم احتفظوا بها في المنزل كحيوانات أليفة غريبة. لهذا فإن تعداد هذه العمالقة بدأ بالتناقص. الروتيلاء البرازيلية آكلة الطيور ذات اللون الوردي السلموني. مجدداً لدينا الروتيلاء، تبدو هذه البرازيلية مخيفة جداً. يمكن لأرجلها التي بطول 25 سنتيمتراً أن تخيف أي شخص، ليس فقط بحجمها لكن أيضاً بشعرها المخيف. يبدو أن هذا العنكبوت سيقفز عليك ويلدغك. لكن هذه الحالة عندما يكون العملاق لطيفاً على الأقل نسبياً، حيث أن هذه الروتيلاء ليست عدوانية جداً تجاه البشر. أقصى ما ستفعله هو الخدش بشعرها، مما قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي صغير. الشيء الأكثر أهمية هو عدم جلب هذا العملاق لعينيك. إذا دخل الشعر إليها قد يصاب المرء بالعمى مؤقتاً. بالمقارنة مع منافسيها، فإنها تأكل القليل، تحب أكل الفئران والسحالي والضفادع وكذلك الحشرات المختلفة، كما أنها تأكل بنشاط وتأكل كثيرا. متأكد من أنها تخيف سكان ولاية بارايبا البرازيلية. في البرية توجد هذه الروتيلاء هناك فقط، فهي مستوطنة. كما تتخيل، نظرا للموطن المحدود للروتيلاء البرازيلية ذات اللون الوردي، يصعب العثور عليها بالبرية. لكن إن إيجاد هذا العنكبوت أصعب. اسمه الكامل هو العنكبوت الذئبي لكهف كاواي. يصعب إيجاده لأنه أندر عنكبوت في الكوكب. طوال الوقت وجد العلماء 6 مجموعات فقط من هذه العناكب، وهي نفسها معرضة للانقراض في المستقبل القريب. هذا العنكبوت مثير للاهتمام أيضاً لسبب آخر، فهو لنكن أكثر دقة، ليس لديه عيون، لأنه يعيش في كهوف هاواي وسط تدفق الحمم البركانية المتجمدة. ولأن هذا النوع عاش في مكان مظلم طويلاً، قرر التطور إنه لا يحتاج إلى عيون.
وهنا عنكبوت آخر غير عادي ويسمى عنكبوت أتوى ذو القلنسوة. هناك عدة أسباب وراء تسميته المميزة. أولاً، تم اكتشافه مؤخراً عام 2006. يعيش هذا العنكبوت في غانا الإفريقية في محمية غابات أتوى الرانج. ثانياً، إنه نادر ويكاد يكون من المستحيل أن تعثر عليه. والأهم من ذلك، إنه كنوع يعد قديماً بشكل لا يصدق، بل وحتى تاريخي. يبلغ عمره أكثر من 300 مليون سنة، وطوال هذا الوقت لم يغير هذا العنكبوت مظهره إطلاقاً. لكن يمكن أيضاً التعامل مع العناكب. يمكن لبعض الحشرات هزيمة هذه الوحوش المفصلية بسهولة. البقة القاتلة. بادئ ذي بدء، سنباشر هذه الحلقة بحشرة تفتخر باسم مخي، تسمى البقة القاتلة لسبب وجيه. هذه الوحوش التي تعيش في معظم أراضي أستراليا قادرة على قتل الحشرات الصغيرة وأيضاً العناكب الكبيرة، وهي تفعل ذلك بطرق مختلفة. مثلاً، غالباً ما تضع الفخاخ للعناكب وتجذبها إلى شبكتها الخاصة. تتسلق البقة بحذر على الشبكة محاولة عدم تحريك أي خيط، وتتسلل عبرها وتختار مكاناً مناسباً، ثم تنصب له كميناً بأسلوب جاسوس، ثم تبدأ بسحب الشبكة بهدوء وتقليد حشرة صغيرة تدخل فيها. العنكبوت الذي ضلله الاهتزاز يخرج من مخبئه ويندفع إلى مكان الفريسة السهلة. لكنه يخطئ بذلك، واقعاً يذهب إلى الفخ ويصبح فريسة للحشرة. لكن لا تعتقد أن هذه الحشرات لا يمكنها التصرف إلا بخبث، إنها لا تخاف، وأحياناً تقاتل العناكب في معركة عادلة. تستخدم الحشرة الفك السفلي القوي وتقتل حتى المفصليات الكبيرة كعناكب الجمل. هذه الحشرة هي بالتأكيد أكثر رعباً 100 مرة وأكثر خطورة من العناكب المخيفة. ولكن هناك حشرات يمكنها فعل المزيد. بداية، خنفساء التيتان. هذه واحدة من أكبر الحشرات في العالم، يصل طولها إلى 20 أو 22 سنتيمتراً، ولا تتناسب حتى مع يد الإنسان. حتى متوسط خنافس تيتان كبير جداً، حوالي 15 سنتيمتراً، وتزن حوالي 20 أو 30 غرام. خنفساء تيتان حشرة قوية وخطيرة للغاية. مثل البقة القاتلة، لديها فك سفلي قوي تستخدمه لعض النباتات بسهولة للنصف. تقول الشائعات إن هذه الخنفساء يمكن أن تكسر قلم رصاص إلى النصف وتتلف اللحم البشرية بشدة. لكن هذا ليس الحد الأقصى. خنفساء تيتان متهورة، يمكنها محاربة عقرب سام. ربما نراهن جميعاً على العقرب في مثل هذه المعركة، لكن انظروا، إنها قادرة على التغلب عليه. ما هو أكثر من ذلك، أنه يمكنها محاربة عقربين في وقت واحد والخروج بالفوز. من بين خصومها الآخرين سرطان البحر، الذي تتعامل معه بسهولة أكبر. حتى 3 منها ذات مخالب ليست عقبة أمام هذا الوحش الذي يقتل الجميع. مع ذلك، على الرغم من قوة خنفساء التيتان، غالباً ما يتم الاحتفاظ بها كحيوان أليف. مع ذلك، فإن هذا لن يعمل مع الحيوان التالي من الحلقة، الدبور الآسيوي العملاق. لن يتسامح هذا الوحش مع أي شيء، وسيقوم ببساطة بقتله بالمعنى الحرفي للكلمة. هذا هو أكبر وأخطر الدبابير على هذا الكوكب، والذي يتجاوز طوله 5 سنتيمترات. لديه سم قوي جداً ولسعة قوية بشكل لا يصدق، والتي بإمكانها أن تستخدمها مراراً وتكراراً. البق العادي لا يشكل مشكلة له، ويمكنه هزيمة الفأر والانخراط في معركة مع روتيلاء والتنافس مع فرس النبي. يمكنه أن يقتل الإنسان أيضاً. انظر على عواقب لدغات هذه الدبابير. يبدو أن هذه ليست علامات لدغة، ولكن جروح رصاص. بالمناسبة، يقارن الكثير من الناس لدغته بالطلق الناري. كل عام في اليابان وحدها يموت ما يصل إلى 40 شخصاً من لسعاتها. وفي 2013 هاجم جيش كامل من هذه الحشرات الصين. في 3 أشهر من الغزو لدغت أكثر من 1500 شخص. كان صعب محاربتها، لدرجة أن فرقة الإطفاء كانت لابد من المشاركة. أحرق العمال حرفياً هذه الوحوش بالنار والنبالم لإنقاذ السكان. النحلة القاتلة. هذا المخلوق الطنان لا يقل خطورة. على عكس الدبابير الآسيوية العملاقة، تم تربية هذه النحل بشكل مصطنع، لذلك يجب إلقاء اللوم على العلماء. هذا النحل هجين بين النحل الإفريقي والأوروبي.
خرج ذات مرة من مختبر في أمريكا الجنوبية وانتشر في جميع أنحاء البر في غضون عقود، استولت عملياً على العالم الجديد بأكمله وتهاجم الآن الناس والماشية بانتظام. سرب صغير من هذه الوحوش يمكن أن تقتل حتى ثوراً كبيراً، ناهيك عن الحيوانات الصغيرة. النحل القاتل لا يرحم، على عكس النحل العادي بإمكانه المطاردة لعدة مئات من الأمتار واللدغ كالمجانين الحقيقيين دون رحمة للفريسة. في 50 عام قتلت لسعات هذه النحلات عدة مئات من الناس وعدة آلاف من الحيوانات. من الصعب العثور على شيء أكثر فتكاً، ولكن ما زال هناك. سأخبركم المزيد عنها، لكن في هذه الأثناء ألقي نظرة على هذه النملة وانظر إلى هذا الرجل. هذا هو كايوت بيترسون، مدون فيديو وخبير في الحياة البرية. وضع عمداً نملة على ذراعه وانتظر اللدغة، وهنا تلدغ النملة ويبدأ بالصراخ من الألم. هذا ليس غريباً، لأنه قد عض للتو من قبل الرصاصة، النملة الأكثر سمية وخطورة على هذا الكوكب. تسمى النملة الرصاصة لسبب، لدغتها تبدو وكأنها جرح رصاصة كامل. هذا يرجع إلى لدغة قوية جداً وسم لا يصدق، مزيج من السموم والتي عند تناولها تنتج مجموعة من الأعراض المروعة. يمكن أن يستمر الألم لمدة يوم تقريباً ولن تساعد أي مسكنات للألم. فكر فقط، الأمر كله يتعلق بالناس. ناهيك عن الحيوانات، يمكن للنملة الرصاصة القضاء على العديد من المخلوقات دون عناء. هنا مثلاً عنكبوت آخر وقع فريسة لها، إنها تستحق الابتعاد عنها، لكن بعض الناس يحاولون التعرض للعض عن قصد. ليس فقط بيترسون الذي يفعل ذلك لأغراض علمية، مثلاً بعض قبائل أمريكا الجنوبية، لدغة النمل الرصاص هي جانب إلزامي لبدء السكان الأصليين بالشباب المحليين، حيث يتم اختبار المراهقين بها. يعتقد أنه بعد هذه الطقوس المخيفة والمؤلمة يصبح الصبي رجلاً حقيقياً وبإمكانه الزواج واتخاذ القرارات مع بقية الرجال. البراغيث، إنها أصغر المخلوقات في هذه الحلقة التي تعرفونها جيداً، صغيرة حقاً ويصل طولها إلى بضعة مليمترات فقط، لكن لا تقلل من شأنها. يكمن الخطر في الحجم، لأنه من الصعب جداً رؤيتها، بالإضافة إلى أنها جيدة جداً في القفز والعض. يعلم الجميع أنها تضايق الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى. يمكن لخدش كامل من البراغيث أن يهزم دباً ضخماً. سيكون جيداً لو كانت البراغيث لوحدها، لكنها حاملة لعشرات الأمراض. بالتالي مع لدغة بإمكانها نقل المرض إلى ناقل جديد. وهكذا بعد ملامسة البراغيث يمكن للمرء أن يصاب بالتهاب الكبد والتهاب الدماغ والسلمونيا وحتى الطاعون. البراغيث الرملية التي يمكن العثور عليها على العديد من الشواطئ ليست أقل إزعاجاً. بمجرد المشي على الماء فإنك تخاطر بالحصول على عشرة اللدغات، ونتيجة لذلك طفح جلدي وتهيج وحكة وعطلة مدللة على البحر. مع ذلك فإنها لا تنتمي إلى الحشرات، وهذه قصة أخرى. لكن المخلوق التالي هو حشرة، قابل النملة الحصادة. إنها تشكل خطراً كبيراً على البشر. السم لهذه النملة يسبب أحاسيس مؤلمة غير سارة للغاية. غالباً ما تهاجم البشر لحماية عشها. بمجرد أن يقترب الشخص من العش تظهر جحافل من الحشرات على الفور وتتسلق بسرعة على الجسم وتعض بلا رحمة. وفقاً للإحصاءات يعاني مئات الأشخاص من لدغات النملة الحصادة كل عام. لونوميا، حتى الحشرة الأكثر خطورة هي اللونوميا. بشكل عام هي جنس كامل من الحشرات، وهي الإرقات الجميلة التي تعيش في الغابات الاستوائية والبساتين وحدائق القرى في بعض دول أمريكا اللاتينية. تعرف أيضاً باسم اليسروع الراقص، ذلك لأن الإرقات ترتفع وتتحرك بشكل متزامن كرد فعل للصوت. لكن لا تنبهر بهذه الرقصة عن قرب، من الأفضل الابتعاد عنها، لأن هذه اليرقة فروية مغطاة بنواتج تحتوي على السم. تخترق جلد الإنسان ويدخل السم الدم ويقلل من تجلطه. يحدث التسمم، والذي يتجلى في عدد من الأعراض. وفي بعض الحالات قد ينزف الشخص داخلياً، مما قد يكون قاتلاً. لا يوجد مهرب من الحشرات. بعضها يجلس في الأشجار ويهاجم الجميع بنواتجه،
والبعض الآخر يطير ويلدغ، والبعض الآخر يهاجم من الأرض. هل يمكننا على الأقل الحصول على راحة البال من الحشرات الخطرة في المنزل؟ حسناً، لا تسترخي هنا أيضاً، لأن حشرات التقبيل يمكن أن تعيش هناك. الاسم ليس مخيفاً، لكن لا تكن مخطئاً. هذا الخطأ يكافئ الشخص ليس بقبلة لطيفة، ولكن بقبلة يمكن أن ترسل الضحية إلى الهلاك. مع لدغة تشبه القبلة تنقل الحشرة عدداً من الطفيليات الخطيرة التي تسبب مرض شاغاس. يمكن أن يحدث هذا حتى عندما تكون الضحية نائمة أو غير مدركة، لكن النهاية قد تكون قريبة جداً. ستبدأ الحمى والصداع والضعف. إذا تأخر العلاج سيدخل المرض في مرحلة مزمنة، ثم تموت الضحية. يموت آلاف من الناس كل عام من هذه الحشرات الصغيرة، مما يجعلها قاتلة فعالة، ولكن هناك شيء أكثر تأثيراً. إنها بعوضة. ماذا لو أخبرتك أنها هي التي تقتل معظم الناس من جميع الحشرات؟ لا تصدقني؟ حسناً، إنها كذلك، لكنني أتحدث عن بعوض الملاريا، وليس البعوض المعتاد الذي يبقينا مستيقظين في ليالي الصيف. هذه الحشرات تنشر الملاريا وقد لا يشعر المرء باللدغة. في نفس الوقت سيكون الشخص بالفعل حاملاً للمرض الخطير. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن البعوض الملاريا يعيش بشكل رئيسي في البلدان الإفريقية، حيث مستوى الدواء ليس مرتفعاً، فإن معدل الوفيات من لدغات هذه الحشرات مذهل ومرعب. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يموت أكثر من 600 ألف شخص منها كل عام، وأكثر من 241 مليون مصاب بها. الآن أنت تعرف الحشرات التي يجب أن تخاف منها حقاً، لذلك كن يقظاً. في مفهومنا البعوض حشرات صغيرة، أحياناً لا نراها حتى إذا لم يكن الأمر يتعلق بعينات كبيرة حقاً مثل هذه. يقولون إن هذه البعوض المتحولة فريدة، وكانت تحدث الكثير من الضرر بمجرد لدغة واحدة. ربما يكتشف العلماء بالمستقبل طفرات مماثلة ويكتشفون نوعاً جديداً من البعوض غير الطبيعي. فعلوا هذا بالفعل، انظر لهذه العملاقة، إنها أكبر بعوضة بالعالم تم تأكيدها رسمياً. والمدهش أنها ليست طفرة. عام 2017 صادفوا هذه العملاقة لأول مرة، كان ذلك في مقاطعة سيتشوان الصينية. تمت دراسة هذا البعوض لعدة أشهر. قد تظن أنه لا يوجد ما يدرس، فمن الواضح أنها كبيرة الحجم، لكن ما حجمها؟ هذا لا يصدق، لكن طول جناحيها يبلغ 11 سنتيمتراً، وهذا أكثر بكثير من البعوض المعتاد. أما بالنسبة للنوع فهو منذ 150 عاماً، ولكن لم يكتشف العلماء هذه العينة إلا مؤخراً. متأكد من أنك مهتم بمدى خطورة هذه البعوضة، ربما تعض من خلال يدك. من المستغرب، ولكن لا تشكل البعوضة أي خطر على البشر. لا تجيد الطيران وتتغذى على الرحيق. أقصى ما يمكنها فعله هو تخويف الآخرين بمظهرها. لكن ما زلنا نعرف أن البعوضة ماص للدماء، والذي دائما يسعد بلدغ شخص ما ويطن بغرفة النوم عندما نحاول النوم. لدغات البعوض المعتادة غير سارة ولكن محتملة. نعم، سنشعر بالحكة، لكن الأمر ليس فظيعاً. الأسوأ من ذلك هو أن تلدغك بعوضة الملاريا، حشرة تعتبر من أكثر الحشرات فتكاً، لكن اليوم لن أركز عليها. لنلقي نظرة على بعوضة الحمى الصفراء التي لا تقل شهرة. إن بعوض الملاريا يحمل الملاريا فقط، بينما هذه الحشرات تشكل حاوية طائرة كاملة مليئة بأمراض مختلفة. يحمل بعوض الحمى الصفراء أمراضاً كحمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس شيكونغوليا وفيروس زيكا، كما أن هذه الحشرات تحمل حوالي 50 فيروساً آخر وحتى طفيليات. كل هذا يجعلها خطيرة جداً. لن تعرف بماذا قد تصاب من هذه الحشرة. وعلى نقيض بعوض الملاريا الذي لا يشكل تهديداً إلا في إفريقيا، حيث تنتشر هذه الحشرات بشكل واسع من أمريكا الوسطى وإفريقيا لآسيا وأستراليا، تجدها بعدة أماكن في نصف الكرة الجنوبي، ويجب عليك بالتأكيد الابتعاد عن هذا البعوض. لدغة هذه البعوضة خطيرة، لكنها ليست مؤلمة جداً بشكل عام، لا تختلف عن لدغة البعوضة المعتادة. على أي حال، في عالم الحشرات هناك مخلوقات ذات قوة عض وحشية، والمدهش أن الجندب هو من يأتي أولاً. قد يكون هذا اكتشافاً، لكن واقعاً فإن بعض الجنادب تعض بشكل مؤلم. وحطم الأرقام القياسية، الجندب الأسترالي ذو الاسم الصعب. عام 2018 ذكر علماء الحشرات أن قوة عضته تمثل أكثر من 10 نيوتن. نعم، إنه لا شيء مقارنة بالتماسيح والقروش وغيرها.
وأي مقارنة ستكون سخيفة، لكن بالنسبة لحجمه الصغير تكون هذه القوة خارج المقياس. تم منح هذا الجند بالأسترالي فكاً قوياً ليتمكن من قضم الخشب أثناء بناء العش. يضع الجندب البيض فيه، تأكل الحشرة النباتات، مما يعني أن الفكوك القوية ستكون مفيدة. بالتأكيد عندما ذكرت أقوى عضة توقع الكثير منكم أن أقول النملة، لا، إن بعضكم تعرض لعضات النمل المؤلمة، لهذا الحجم الصغير لديها فكين هائلين، وهذا هو كيف الأمر. يشمل عالم الحشرات النمل الذي يذهل من عضته بشكل أدق من خلال مدى عمل فكيه بشكل مدهش. هذه تسمى بمصائد النمل من البحر الكاريبي في أمريكا الجنوبية، ليس بلا سبب سميت بهذه الطريقة، ففكها يعمل حقاً كمسيدة. تقترب بسرعة تصل ل 230 كيلومترا في الساعة أو خلال 130 ميكرو ثانية. أما بالنسبة للميسترويوم كاميليا، هذا النوع يسجل رقما قياسيا قدره 23 ميكرو ثانية أو 320 كيلومترا في الساعة. النمل الذي أخبرتك عنه يغلق فكيه بسرعة كبيرة لدرجة أنه يطير للأعلى أو للأسفل كما لو كان هذا محركا نفاثا. قفل الفك يضعه في الهواء لمدة 20 سنتيمترا، وهذا يساعده على الهرب بسرعة من الخطر لحماية نفسه من عنكبوت أو الهرب من الفخ مثلا، وهي مهارة مفيدة جدا للهجوم. إذا سألتني لن أتعرض لعضة هذا النمل، يبدو لي أنه بهذه السرعة يمكنه قضم جلد الإصبع دون أي مشاكل. ستكون مؤلمة بالتأكيد، لكن ليست مؤلمة كالتعرض لعضة صائد الرتيلاء. لم أخرج عن صلب الموضوع، ما زلت أتحدث عن الحشرات. إن هذا ليس رتيلاء ولا حتى صقرا، هذا ليس هجينا، هذا اسم الدبور العنكبوتي. هذه الدبابير كبيرة بطول 5 سنتيمترات، لديها أيضا إبرة طويلة يصل طولها لنصف سنتيمتر. في الواقع هذه الدبابير لا تظهر عدوانا على الناس، ولكن إذا أغضبتها أو لدغتك ستفعل ذلك. بهذه الحالة سيصاب طرف الضحية بالبكم والشلل المؤقت، لهذا السبب سوف تنتفخ. صائد الرتيلاء صاحب أقوى العضات والأسعات بالعالم، لن تنسى هذه التجربة أبدا. ولكن كما قلت لا تظهر الدبابير أي عدوان تجاهنا، بينما تفعل ذلك تجاه الرتيلاء والعناكب، هذا هو سبب تسميتها بذلك. صائد الرتيلاء قاسي حتى تجاه العناكب الكبيرة، فإن لدغته تشل هذه المفصليات، بعد ذلك يضع الدبور بيضه هناك. عندما تفقس يتغذى النسل على أنسجة العنكبوت الحي، ذلك صعب. هذه الحشرات ليست أقل قسوة بالنسبة للعناكب البق قاتل، تسمى أيضا الخنافس القاتلة. هذه هي الأعداء الرئيسية للعناكب. أود أن أقول إنها لا تتصرف بشكل اقتصادي أو صارم، أو تتصرف بمكر ولا بلا هوادة. لديها طرق مختلفة لقتل العناكب. أحد أكثر الطرق المفضلة الإمساك بالعنكبوت في الفخ أو جذبه إلى الشبكة، وللقيام بذلك تشق الخنفساء طريقها بعناية للشبكة دون لمس الألياف. يزحف القاتل إلى الشبكة ويختار مكانا مناسبا ويجعل نفسه مرتاحا، والآن يمكنه لمس الألياف. يعتقد العنكبوت أنه أمسك بضحية، إنه يزحف بمرح نحو القاتل وهو لا يعلم أن الحشرة في أمان. وهكذا تنتهي حياة العنكبوت. يوجد في التجويف الفموي للخنساء ما يشبه القشة الطويلة الحادة، خرطوم يشبه المنقار. بمجرد أن يقترب العنكبوت من مسافة الهجوم تأخذ الخنفساء العدو من قدميه الأماميتين وتضربه بمنقارها. ستقضي الحشرة على العنكبوت في مدة تصل لعشر ثوان، لكن أحيانا يخوض القاتل معركة دون أي تلاعب بالشبكة ويخرج هو أيضا منتصرا. لكن لا يستطيع أن يتباهى بإحصائيات مثالية، أحيانا تهزم العناكب هذه المخلوقات. عالم الحشرات مختلف. هنا يمكنك العثور على خنافس قاتلة غير عادية وبعوض ضخم يمكنه الطير بفكيه، وأيضا مثل هذه المخلوقات الغريبة تعرف بأسماء مختلفة كالحشرات العصوية والورقية والشبحية. لها عدة أسماء، شخصيا أسميها بالحشرات العصوية، إنها تبدو حقا كالعصي والفروع. ليس بلا سبب فهي من أكثر الأساتذة احترافا في التنكر في عالم الحشرات، شيء ما مثل الحرباء في عالم الحشرات. يمكن للحشرات العصوية أن تخبئ نفسها بين الأوراق والأشجار وتتسلق فرعا وتختلط به، ولن يسهل العثور عليها هناك. والحشرات العصوية ليست مثيرة لهذا فقط، إن هذه أكبر الحشرات في العالم بشكل أدق، الأطول بينها.
يمكن أن يصل طول الحشرات العصوية من 40 إلى 30 سنتيمتراً، مع أطرافها الطويلة قد يزيد طولها إلى 55 سنتيمتراً. هناك أيضاً حشرات عصوية أطول، فريغانيستريا تشينينسيس جاو مثلاً، يبلغ طول محطم الأرقام القياسية الحديث 62 سنتيمتراً، وهذا يعد ببساطة مؤشراً هائلاً للحشرات، وذلك لأن الحشرات العصوية تبدو مرعبة حقاً، كما لو كانت وحوشاً فضائية أو متحولة. أنت دائماً بمستوى هجماتها، على أي حال هذا نادر ما يحدث. بنفس الوقت لا تهاجم الناس. بعد كل هذه الأهوال والحشرات واللسعات المؤلمة والصيد المتواصل، تريد نزع فتيل التوتر والنظر إلى شيء جميل؟ الفراشات مثلاً. يبدو لي أنه لن يجادل أحد بأن الفراشات هي أجمل الحشرات في العالم، لكن جمالها ليس الشيء الوحيد الذي تتميز به. يعتبرها علماء الحشرات أكثر الحشرات قدرة على التحمل، على الأقل يمكن قول هذا للفراشات الملكية. في كل خريف تبدأ هذه المخلوقات الغريبة هجرة طويلة، فهي تترك موطنها في كندا وأمريكا لتطير إلى الجنوب والولايات الجنوبية والمكسيك. من الضروري أن تعبر كل أمريكا للوصول إلى الهدف، والمدهش أن فراشة ملكية محددة تمكنت من القيام بذلك. وضع علماء الحشرات علامة عليها في كندا ووجدت في تكساس، تبين أنها قطعت مسافة تصل لأربعة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثين كيلومتراً. عليك أن تمتلك قدرة تحمل كبيرة، لكن هذا استثناء نادرا للقواعد. لا تعيش الفراشات طويلاً، فبعض الفراشات تبدأ بالهجرة، لكن تلك الفراشات الأخرى تعود لموطنها نسلها. يمكن أن يحدث هذا، أن تتغير عدة أجيال خلال فترة الهجرة. بانتهاء البرد تنطلق الفراشات لموطنها بالشمال، وبعد عدة أشهر ستعود أحفادها وأحفادها وأحفاد أحفادها إلى هناك هرباً من الشتاء القاسي. قد لا يعرف بعضكم عن الفراشات الملكية، لكن الحشرة التالية معروفة جداً. هذه حشرة جيريدي، لها عنوان واضح ومفهوم: الحشرة الأكثر مقاومة في العالم. رأينا كيف تبقى على الماء ببراعة دون أن تغرق. بشكل عام ليس لديها مشاكل في التوازن. كيف تفعل ذلك؟ ما هو سر هذا التوازن المذهل والصداقة المائية؟ حدد علماء الحشرات السببين لهذا. أولاً، تمتلك طبقة دهون مقاومة للماء بالأطراف والجسم. إنه شيء كالمادة الشمعية، يطرد الماء ولا يدع الحشرة تغرق بالماء. ثانياً، تمتلك هذه الحشرات شعراً على أطرافها. هي صغيرة جداً وهناك الكثير منها. على الأطراف الخلفية يوجد 16 ألف شعرة لكل مليمتر مربع. هذه الحشرة تتكئ عليها، إنها بمثابة آلية التوجيه. في الواقع يجب عليك أن تعتني بالشعر وترتبه، إذا لم تفعل ذلك سوف تتلاشى وسوف يغرق الجريدي. كما أن الجريدي جيد بوضع أطرافه في الماء، مما يسمح له بالحفاظ على التوازن جيداً. من الواضح أن هذه الحشرات ذكية إذا أتقنت الفيزياء جيداً، لكن من حيث الذكاء فهي أدنى من عباقرة الحشرات الرئيسية النحل. عوامل كثيرة تشير لذلك، مثلاً خلية النحل، إن هذا عمل فني حقيقي. هذه أشكال سداسية مثالية تبدو وكأنها نسخة كربونية. يعتبر العلماء أن النحل يبني خليته ليس بلا سبب، فهذا الشكل يسمح له باستخدام أقل حد من مواد البناء وللحفاظ على الحد الأقصى للحجم الداخلي لكل خلية دون فتحات. كما يستطيع النحل التواصل مع بعضه كما لو كان حيتاناً أو دلافين. لهذا السبب النحل يرقص. الرقص الهزاز وسيلة تواصله الرئيسية. من الخارج قد يبدو أنه لا يوجد أي معنى في هذه الهزات، فهي عبارة عن مجرد حركات فوضوية، لكن هذا ليس صحيحاً. هكذا تشير النحلة إلى أخوانها إلى موقع الرحيق، حيث تحتاج للطيران وأين تبني خلية النحل وغيرها. يمكن للنحل استخدام الشمس كمرجع، وتتخذ حركات الرقص شكلاً أكثر واقعية. مثلاً إذا طارت نحلة للأعلى عليك أن تطير نحو الشمس، إذا طارت بشكل مستقيم عليك أن تطير من الشمس. وقد يهتز النحل في الاتجاه من الساعة الثانية عشر ظهراً للسادسة مساءً أو العكس. كل من حركات الاهتزاز هذه منطقية وتعني نقطة محددة للوجهة. يبدو أن النحل لديه بوصلة وساعة مدمجة في الرأس، مما يسمح له بمعرفة المكان جيدا. وبعيدا عن هذا يستطيع العد وحل بعض المهام وتقييم قدراته بشكل مناسب، كما يفترض بعض العلماء أن لديه غرائز الوعي الذاتي. هذه بالتأكيد أذكى الحشرات بالعالم.
مع الأخذ في الاعتبار ما يبنيه النحل. يمكنك أيضاً تسميته بأفضل صانع بعالم الحشرات. برأيي فإن مخلوقات أخرى كالنمل الأبيض تستحق هذا اللقب بنفس القدر. قد يبدو النمل الأبيض مجرد حشرة عادية، لكنه في الواقع يتفوق علينا في أشياء كثيرة، وهذا ليس مبالغة. لنبدأ بحقيقة أن النمل الأبيض ظهر بوقت أبكر منا. يعتقد أنه ظهر قبل نحو 200 مليون سنة. لمثل هذه الفترة الضخمة تمكنت من إتقان الزراعة والبستنة وإنشاء الحضارة والجيش. تشمل المستعمرات عدداً كبيراً من العينات، تحتاج العيش بمكان ما، ولهذا تقوم ببناء ملاجئ مؤقتة. إنها مبان رائعة للغاية، ويمكنها في تعقيدها منافسة ناطحات السحاب وحتى المدن التي يبنيها البشر. وهذا هو بالضبط النمل الأبيض الذي جاء بفكرة بناء منازله بطريقة توفر تكييف الهواء الطبيعي على حساب التوزيع المتطور لتدفقات الهواء. هذا لا يصدق، لكن المهندسون والمعماريون استعاروا هذه الفكرة أثناء إنشاء المباني الحديثة. لم تخطئ في الفهم، النمل الأبيض هو من علمنا حرفياً كيفية البناء، على الأقل جزئياً. منازل النمل الأبيض عمل فني، تم تفصيل كل شيء هناك، غرف ذات وجهات مختلفة وممرات وأنفاق. يبني النمل الأبيض منزله بوعي لتوفير أقصى قدر من الراحة. لإنشاء فترة نهائية قد تمر سنوات أو عقود أو مئات أو حتى آلاف السنين. بهذه الحالة يمكن للنمل الأبيض أن يبني هكذا المبنى الرائع أو المجمع الذي ستجد صعوبة بتصديقه. يمكن مقارنة بعض المصطلحات ببلدان بأكملها في ساحاتها العامة يمكنها عد عشرات الملايين من التلال، وهذا مجرد غيض من فيض الأشياء الأكثر إثارة مخبأة تحت الأرض. الآن سأخبرك بما يستطيع فعله أخطر عنكبوت في العالم. العنكبوت البرازيلي المتجول، أحد أكثر العناكب وربما أخطرها في العالم اليوم، هو العنكبوت البرازيلي المتجول. يطلق عليه اسم عنكبوت الموز بسبب شغفه المذهل بالفاكهة. لننتقل مباشرة للمهم ونلاحظ أن هذه العناكب خطيرة على البشر. الأمر يتعلق بالسموم العصبية القوية جدا الموجودة في أجسادها. حتى في الجرعات الصغيرة سيكون هذا السم كافيا لقتل شخص. لكن إن السم هذا العنكبوت يستخدم في الطب. باختصار يفضل عدم مواجهة هذه العناكب. لن يكون من الصعب للغاية القيام بذلك، لأن حجم العنكبوت البرازيلي المتجول كبير جدا. يصل طول ساقه إلى 18 سنتيمترا، بينما طول جسمه 5 سنتيمترات. يختلف لون ممثلي هذا النوع، لكنها جميعا متحدة من خلال نغمة داكنة وكذلك شعر صغير ولكن كثيف. من الجدير أن الأرجل الثمانية القوية جدا للعنكبوت البرازيلي المتجول، وفي حالتها ليست مجرد أداة للحركة، لكنها أيضا مساعدات في حاسة الشم واللمس. وبالمناسبة فإنه بشكل عام يعتمد على بصره بشكل ضئيل. برغم امتلاكه عيون كثيرة بجهات مختلفة، يبدو كما لو أنه يستطيع رؤية كل شيء حوله، لكن في الواقع بصره ضعيف جدا، حيث إنه يعتمد على حاسة الحركة والروائح. برغم ذلك لا يزال قادرا على الصيد، ويقوم بذلك بنجاح كبير. من المحتمل أن الأمر يتعلق بسمه المذهل الذي يحقنه في الفريسة عند أول اتصال. عمله أن يقوم بشل الفريسة تماماً ويمنع عمل العضلات وكذلك يوقف التنفس والقلب، كما أن اللعاب الذي يحقنه المفصلي في جسم العدو مع السم القوي يقوم بتحويل الأعضاء إلى لب ويسهل على العنكبوت امتصاصها. هذه التكتيكات بجانب خفة الحركة وقدر كبير من القوة تجعله مفترساً كاملاً بإمكانه التعامل مع أي أحد. حتى الضفادع أو الزواحف الأكثر خطورة لن تكون عائقاً أمامه. بالمناسبة نسيت أن أسأل، هل تعلم لما يسمى هذا الحيوان البرازيلي بالعنكبوت المتجول؟ من الغريب أن الأمر كله يتعلق بحبه للتجوال. يمكنه أن ينتقل من غاباته البرازيلية الأصلية إلى أي قارة أخرى، ويمكن للبشر مساعدته بذلك. تختبئ هذه العناكب في حاويات بها موز أو أي مواد أخرى وتذهب في رحلة طويلة. ليس من المهم المكان الذي سيتم إنزاله فيه بالضبط. بعد كل شيء تعثر على الحشرات أو العناكب الصغيرة أو الفقاريات بكل مكان. هذه هي القائمة الرئيسية لهذا الوحش. العنكبوت آكل الطيور.
من الصعب أن نخطئ بين ضيفنا الحالي وأي أحد. بعد كل شيء يعد آكل الطيور واحدة من أكبر العناكب. يصل طول أكبر ممثلي هذا النوع في التاريخ إلى 28 سنتيمتراً، وهي بيانات مؤكدة تماماً. الخبر السار هو أنه بالرغم من ذلك ليس سهلاً مواجهة العنكبوت. يعيش هذا العنكبوت في الكهوف والجحور في الغابات الاستوائية. بالإضافة لذلك، بالرغم من وصفه في كتاب جينيس أو أي منشورات أخرى، فإن النوع نفسه نادر جداً. يقترح العلماء أن هذا الأمر قد يكون بسبب خصوصيات التكاثر، إنها تتطلب تغييرات موسمية في ظروف السكن، ولهذا نادراً ما تتزاوج هذه العناكب في الأسر. ولكن أعتقد أن هذا ليس حول الموسم فحسب، بل أيضاً موقف الإناث تجاه الذكور. ليس بلا سبب وجود خطافات صغيرة على أرجل الذكور الأمامية، والتي تستخدمها لحمل الفكوك المخلبية الضخمة للأنثى أثناء التزاوج، وبالتالي إنقاذ حياتها. إذا كان كل شيء أبسط فلن يقلق أحد، وستتزاوج العناكب المستمرة، ولن تعتبر من الأنواع النادرة، لكن حالياً هذا ما لدينا. بالإضافة للخطافات، يمتلك آكل الطيور لوناً داكناً وشعراً على ساقيه. لكن الشيء الأخير ليس زخرفة وليس شيئاً للتزاوج. بسبب هذه الشعرات ذاتها، فإنها قادرة على التسبب في تهيج شديد لدى خصمها. يحدث هذا فوراً تقريباً بمجرد ملامستها للجلد أو الرئتين أو الأغشية المخاطية للفم والأنف. ولكي يصل السلاح إلى الهدف، تقوم العناكب بتمرير الشعر في اتجاه العدو بحركات حادة بأرجلها الخلفية. بالإضافة لذلك، فهي بمثابة جهاز اللمس للعنكبوت. يلتقط الشعر أدنى اهتزازات الأرض والهواء، وهذا مفيد جدا لها، لأن أكلات الطيور تعاني من مشاكل في الرؤية كالعنكبوت البرازيلي المتجول. سيمفيتوغناثيداي. يعني من الصعب حقا قراءة اسم هذه العائلة غير العادية من العناكب. يعثر عليها في كل مكان تقريبا، بالمناطق الاستوائية بأمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا وإفريقيا وحتى باليابان. لكن كلمة العثور كانت مبالغة قليلا. تضم العائلة أنواعا مختلفة، لكنني أود أن أشير لنوع واحد برأيي. هذا هو العنكبوت الأكثر إثارة وفرادة، يطلق عليه باتو ديغوا. عثر عليه بالغابات الاستوائية المطيرة لكولومبيا. أود مصافحة الأشخاص الذين وجدوه، لأنني لا أستطيع تخيل كيف فعلوا هذا. كان طول أحد الأفراد هذا النوع أقل من سنتيمتر، فقط 0.37 مليمترا. بالطبع دخل على الفور في كتاب السجلات وبدأ في دراسته من قبل العلماء. من يدري كم من الوقت كان بيننا؟ ربما عاش طوال فترة وجود البشرية، لكن لم يلاحظه أحد من قبل. من المضحك أن هذا العنكبوت يتناسب مع القول المأثور: الحمام الصغير يستطيع حمل رسائل عظيمة. إنه لا يتوقف عن صيد اللافقاريات الصغيرة التي لا قوة أمام فكوكه المخلبية القوية والحادة. يلعب البصر الرائع بالإضافة إلى حاسة الشم القوية دوراً لا يقل أهمية هنا. هذا يساعد باكتشاف الاهتزازات والإشارات الكيميائية التي تنبعث من الفريسة. عنكبوت المرآة. هناك عدد غير قليل من المخلوقات في الطبيعة التي قد تجذب الانتباه، ليس فقط بحجمها الصغير، ولكن أيضاً مثلاً من خلال تلوين المرآة. انظر لهذا العنكبوت. حتى الذين يعانون من رهاب العناكب لن يرغبوا في ضربه بنعالهم. هل أنا مخطئ؟ في هذه الأفراد تكون بنية الخلايا الغانية معقدة لدرجة أنها تتناوب بين المواد عديمة الشكل، حيث تتداخل كالشطيرة. وهذا لا يسمح فقط بتشتيت الضوء وانكساره، بل يعكسه أيضاً. كما تعلمت هذه المخلوقات استخدام خصوصيتها والسيطرة عليها بمساعدة العضلات المرتبطة بالخلايا الغانية، فإنها قادرة على تغيير حجم بقعة المرآة. بوجود حيوان مفترس أو محفز آخر، تصبح بقع المرايا على بطن العنكبوت كالأحجار، بينما في حالة الهدوء يتحول سطح البطن بالكامل إلى زجاج ملون صلب. أترغب برؤية هذه العناكب في الواقع؟ أخبرني في التعليقات. عنكبوت الطاووس الطائر. الضيف التالي الذي سأتحدث عنه يجذب الانتباه من النظرة الأولى. من الصعب تخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة للإناث التي يحاول إبهارها ويرقص أمامها، ويمكن تخيل ذلك. يتكون برنامجها من عرض طويل تقرر خلاله الأنثى إما الموافقة على التزاوج
أو إرسال الراقص السيء إلى سلة المهملات أو بالأحرى لبطنها. لكن لا تتعجل في الكتابة عن مدى ظلم كل شيء. عنكبوت الطاووس هو أيضاً مخادع لحد ما. على الرغم من أن حجمه لا يتجاوز ربع ظفر، إلا أنه سام وخطير للغاية. حسناً، توقف، تنفس الصعداء. إنه خطر ليس على البشر، إنه آمن تماماً بالنسبة لنا. حتى لو عض شخصاً ما فلن يحدث شيء على الإطلاق. قد لا يوجد حتى أحمرار، لكن بالنسبة لأقاربه فهو أكثر خطورة وإثارة. بالنسبة لها هذا العنكبوت هو هانيبال ليكتر من عالم المفصليات. إنه يتمتع ببصر حاد جداً وقدرة عالية على التحمل وسرعة ستكون كافية للحاق بأي أحد، وأرجله الرقيقة تلتقط بسهولة كل الاهتزازات في الهواء بحيث لا تختبئ منه حتى الفريسة الكامنة. بنفس الوقت هذا العنكبوت المجنون ذكي جداً. ليس من قبيل الصدفة أن يحتل دماغه ثلث رأسه بالكامل. العناكب الباصقة، الاسم البديل لهذه المخلوقات هو سايتيدوداي. مجدداً سأشير فوراً إلى أنها ليست خطيرة على البشر. علاوة على ذلك فإنها لا تنسج مصائد شبكية ضخمة ومظهرها ليس رائعاً، لكن لا يزال لديها خصوصية واحدة أثناء الصيد تبصق على فرائسها. قد يبدو ذلك قاسياً لكنه دقيق، ولهذا حصلت على اسمها. يوجد في عائلتها حوالي 150 فرعاً، جميعها موجودة في الواقع في كل مكان. إنها لا تهتم أبداً بمكان أو مسافة حدوث المعركة. على أي حال ستحاول اتخاذ قرار بشأن فرائسها وتبصق عليها شبكة سائلة وسامة. تتصلب الشبكة السائلة بسرعة مما يشل الفريسة، وللتأكد من أنها عندما تضرب فإنها تغطي العدو ككل. أثناء التصويب تحب العناكب أن تتأرجح كراقص الساعة. بمجرد استنفاد الفريسة المسكينة تماماً سيقترب منها العنكبوت ويحقنها عصارته الهضمية. وبينما سيتم هضم الفريسة فإنه سيسحبها بعناية إلى شبكته حيث لن يتم إزعاجه. من المثير للاشمئزاز رؤية هذه المخلوقات حتى من الشاشة، لكن ماذا تفعل إذا كان هناك عناكب بمنزلك؟ لا ينفجر. عندما يرى أحدنا عنكبوتاً نريد على الفور إلقاءه بعيداً قدر الإمكان. لا يرغب المرء في العبث بهذه المفصليات السيئة والتي يمكن أن تعض فجأة أو الأسوأ أن تصبح سامة. من الأفضل أن نطلب من الحيوانات التعامل معها. انظر كم هو سهل للقطط حتى عندما يقفز العنكبوت على فمها. بصفتها أكثر المخلوقات هدوءاً على الكوكب لا تخاف، وتحاول بشكل منهجي التخلص من هذا الوغد بمساعدة لسانها. يا لها من متعة، الخروج في الصيف واستنشاق الهواء الدافئ ولمس العشب الطازج بيدي، وتصدم من حقيقة وجود مجموعة من العناكب مخبأة بداخله طوال الوقت. إنها ليست عشب، إنها المساحة أسفل النافذة. كيف تمكنت هذه المخلوقات من الاختباء في هذه المنطقة الصغيرة لا أفهم. والغريب أن مصور الفيديو لم يزعج نفسه إطلاقاً. حرك يده ببطء فسقطت عليها العناكب واحدة تلو الأخرى، ولم يهتم الرجل إطلاقاً. أتمنى أن يكون لدى الكل ضبط النفس هذا. الفتاة هذه لديها جاسوس في منزلها. اعتقد العنكبوت أنه لن يلاحظه أحد، لكن المصور كان له رأي مختلف. واقعاً لو كنت أنا الفتاة فلن أخلق كثيراً. بالحكم على أفعال العنكبوت كان خائفاً أيضاً وأراد الخروج من هناك سريعاً. لهذا السبب احتاجت الفتاة فقط العثور على شخص أكثر شجاعة لإنقاذها. كما تعلم تلك الفتاة كانت محظوظة لأن هذا حدث في منزل كبير به أماكن للاختباء. أحياناً يمكنك اكتشاف دخيل بأكثر اللحظات غير المناسبة. أثناء ركوب الدراجة مثلاً كان الرجل يركب برفقة كلبه المحبوب عندما دمر هذا المفصلي أوقات فراغهم فجأة. أراد العنكبوت أن يجلس مكانه ويريه كيف يقود الدراجة جيداً، لكن الرجل لم يصدم. عندما وصل إلى عجلة القيادة وأدرك أنه لا يستطيع القيادة بمفرده، قرر أنه من الضروري على الأقل عدم إضاعة الوقت لإخافة الرجل. اقترب وقفز مباشرة على مصور الفيديو. الهجوم المتسلل. إذا كانت القصة الأخيرة في العراء أمام السائق مباشرة، فهنا قد كنت قلقاً بشأن نفسية وأعصاب الأشخاص داخل السيارة. تخيل لو كانت هناك فتاة أو طفل خائف في المقعد الخلفي. إنه أمر مخيف حتى التفكير به.
مع أنه ربما يكون من الأفضل العثور عليها أثناء الرحلة، لأنه يمكن لهذه المخلوقات القفز في أي حقيبة والخروج والبقاء في المنزل والبدء بالاستقرار في الشقة الجديدة تماماً كما في هذا الفيديو. هذا ما يمكن أن يحدث. في مكان ما على السقف في منزلك سيكون هناك عناكب، والكثير من العناكب التي لا تستطيع مطاردتها بالمكنسة العادية. هناك خطر من أنها ستقفز على وجه الشخص أو الأسوأ أن تعضه. الراحة المجهدة. عادة عندما يخرج الناس في الطبيعة فإنهم يبحثون عن نوع من الاسترخاء والنسيان لجميع مشاكلهم اليومية وهمومهم، ومع ذلك لا يمكن قول ذلك في هذا الفيديو. كان الرجال يستعدون للنوم في الخيمة، ولكن بمجرد إطفاء الأنوار رأت عيونهم بشكل لا إرادي ظلال العناكب، ظلال العشرات من هذه المفصليات المخيفة. كان الأمر كما لو أنهم أحاطوا بالخيمة بأكملها ولم يسمحوا للناس بالخروج منها. كما تعلم، يمكن لأي شخص أن يعتبر هذا الموقف مأزق، ولكن إذا بحثنا عن الإيجابيات يمكننا أن نرى أنها مثالية للحماية من الأعداء. لا أحد يريد العبث مع هذه المخلوقات، أليس كذلك؟ لذلك يمكن للناس أن يناموا بسلام دون قلق. أنا بحاجة ماسة إلى زوج جديد من الأحذية. أعتقد أن هذا ما قاله مصور الفيديو التالي بعد أن وجد عنكبوتاً كبيراً رهيباً في حذائه. كان هذا الوحش قد زحف لداخل الحذاء وكان هناك لفترة، من يدري، ربما وضع بعض البيض هناك. في الحالتين لم يكن أحد سيفحصه. الأشخاص من أستراليا الذين صوروا هذا الفيديو ألقوا هذا الحذاء المؤسف مع العنكبوت بعيداً وحاولوا نسيانه على أنه كابوس. أمي، أنا خائف جداً من الطائرات. لا بأس بني، فقط انظر من النافذة ولا تفكر في أي شيء. يستدير الطفل إلى النافذة ويرى الصورة التالية. نعم، يمكنك حقاً تخيل هذا الأمر لفترة طويلة، لكنني أكثر قلقاً بشأن السؤال التالي: كيف تمكن العنكبوت من البقاء على الطائرة؟ ربما كان هناك حاجة ماسة حقاً إلى عبور المحيط والذهاب إلى بلد آخر. لا أستطيع حتى أن أتخيل سبباً آخر لهذا الحماس للطيران. إذا كان لديك أي رأي آخر يمكنك مشاركته في التعليقات. فتاة كانت تستريح على سريرها بعد يوم شاق ومرهق، عندما فجأة وجدت عنكبوتاً تحت وسادتها. تسلل هذا الوحش بطريقة سحرية إلى الشقة واختبأ. مهما حاولت البحث عنه كانت كل المحاولات بلا جدوى، وقررت العودة إلى النوم. في الصباح عندما استيقظت لم يعد العنكبوت على السرير، بل كان يزحف على الأرض. غير قادرة على كبح شماح الخوف والقلق، قامت بسحبه باستخدام المكنسة الكهربائية، وبإحساس الإنجاز أبلغت المتابعين بكل شيء على الإنترنت. وماذا كنت ستفعل لو كنت مكانها؟ أخبرني في التعليقات. فخ العنكبوت. ربما يكون هذا هو أسوأ فيديو رأيته في حياتي. للوهلة الأولى لا يوجد شيء مخيف يحدث هنا. حسناً، نعم، اجتمع الكثير من العناكب، وهو شيء رأيناه من قبل اليوم. لكن بمجرد أن سقط نظري على الخلفية شعرت بالذهول على أقل تقدير. هل ترى كيف يختبئ العنكبوت العملاق خلف عش المفصليات هذا؟ إما أنه يستدرج بعض المخلوقات، أو أنها تستريح وتستعد للصيد. على أي حال، إذا كنت مصور الفيديو سأهرب من هناك سريعاً. من يدري، ربما يكون أقاربهم في مكان قريب ويقومون بإعداد خطة للقبض على الناس. أنا وأنت خائفون من العناكب، لكن بالنسبة للبعض إنها أفضل أصدقاء، مثل هذا الرجل في الفيديو التالي. إنه يحب اللعب مع العنكبوت ويسمح له بالتسلق فوقه ولا يهتم بأنه يمكن أن يعضه. بشكل عام إنهم يعيشون ولا يفكرون في أي مشاكل. كما تعلم، عندما ترى أنه لا يريد أن يؤذي شخصاً فإن الأمر برمته يبدأ في أن يبدو هادئاً وممتعاً. لا يبدو العنكبوت شريراً كما في مقاطع الفيديو السابقة. جزيرة غير عادية. هذه الجزيرة اليونانية غير العادية جميلة جداً، تتمتع بمناخ رائع ومياه دافئة وبنية تحتية جيدة. ما الذي يفسد هذا الجمال؟ لكن بعد ذلك فجأة كانت العناكب السبب. عدة مرات في الموسم تتنقل إلى الجزيرة وتستقر، وتطرد بعيداً كل أولئك الذين يخافون منها. لذلك فإن الساحل بأكمله بما في ذلك الشجيرات والأشجار وقليلاً من البنية التحتية للجزيرة مغطى بحجاب من خيوط العناكب الكثيفة بشكل لا يصدق. يبدو المشهد غريباً حقاً ويذكرنا بالموقع من تصوير فيلم رعب، الضباب. مع ذلك فإن ما يجعل الصورة مخيفة حقاً هو إدراك أن كل هذا بعيد كل البعد عن كونه من صنع الإنسان.
لا يوجد سوى شيء واحد جيد وفقا لعلماء الأحياء، لا داعي للقلق. فهذه العناكب التي تعيش هناك لا يمكن أن تسبب ضررا للبشر ولا يمكن أن تسبب أي ضرر للطبيعة. بمجرد أن تتوقف الظروف المناخية عن أن تكون جذابة للعناكب تنهار المستعمرة. ضع إكس. لذا ماذا لدينا هنا؟ يبدو أن هناك مكانا آخر غير مرغوب فيه لأي شخص يخاف من العناكب. أنا أتحدث عن نهر سوريك في فلسطين المحتلة. على طوله خارج القدس المباشرة يمكنك رؤية مدينة العناكب الحقيقية. أصبح تكوينه حقيقة بسبب أن النهر يحتوي على حد كبير على مياه الصرف الصحي النقية المليئة بالمغذيات التي تساهم في انتشار البعوض والتي بدورها تعمل كغذاء جيد للعناكب. المخلوقات التي تعيش هناك هي من الإنفرا أوردر الرانيا مورفاي، يطلق عليها عناكب طويلة الفك. خلقت هذه المفصليات شبكة كثيفة للغاية تغلف الغابة حرفياً. الشيء الوحيد السيء هو أن تعدادها من المحتمل أن ينخفض قريباً. تتغير درجة الحرارة ومع بداية الطقس البارد ستأتي الأوقات المظلمة في حياة هذه العناكب. ولكن ليس هناك فقط يمكن أن تجد مثل هذه المناظر والعدد الهائل من العناكب. تم تصوير هذا في أستراليا. كيف يمكننا الاستغناء عنها؟ في أحد أحياء أستراليا غطت هذه الشبكة الطريق لأكثر من كيلومتر واحد. يقول العلماء إن هذا الحجاب هو نتيجة لأساليب البقاء التي تستخدمها العناكب. إنها ترمي شبكاتها لتصعد إلى أرض مرتفعة وتهرب من الفيضانات. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات أي لحظة أصبت بالقشعريرة. شكراً للمشاهدة وأراكم لاحقاً.